مشاهدينا الاعزاء الحلوين الطعمين والكتاكيت اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي حالا اهو جه ميعاد بدء الالعاب والمسابقات والقصص والحكايات والحاجات الحلوه في رحلتنا السعيده. يلا على طول نتعرف على الاسرتين اللي منورينا النهارده ونبتدي معاهم رحله ان شاء الله سعيده. نبتدي بالاستاذه جونير. جونير طبعا جونير عشان اعرف اسمها تقولي جون نير تعملي كده انا قلتها صح دلوقتي ولا مش قوي؟ مش قوي. طب قولي اسمك بجد بقى بصوت عالي كده. جونير. جونير ان شاء الله خير. هقولك يا جوجو يلا. انطونيو. انطونيو. ايوه انت اخو جونير. جونير عندك كام سنه؟ 8 سنين. 8 سنين. وانطونيو 11. انت الاخ الكبير بقى. اه ده انت معانا بقى النهارده جايين بقى ايه نخلص كل الالعاب المفروض صح؟ ان شاء الله. ماما ماريا. انطونيو ماريا. اوكي وماريا. اوكي ماريا بتشتغلي؟ اها. ايه؟ مديره السياحه الخارجيه. السياحه الخارجيه اللي هي ايه؟ انكم بتجيبي الاجانب. اه يعني تجيبي الناس اللي بره جوه. الله عليك. والعكس. والعكس وتفرجينا على الحاجات اللي بره. حلوه قوي. ماشي. جوزيف. جوزيف بتشتغل ايه حضرتك؟ صاحب شركه سياحه. صاحب شركه سياحه. اوكي جوزيف وجونير وانطونيو وماريا مظبطينها انت كل واحد واخد ايه؟ جنسيا. اوكي نبتدي بالاسره الثانيه الاستاذ مصطفى. ايوه يا مصطفى عندك كم سنه يا مصطفى؟ سبعه. سبعه اوكي ماشي. عمر. عمر عندك كم سنه؟ تسعه. تسعه جايين تخلصوا انتوا. ها تركيز اصرار تحدي. ماما نهال. نهال تشتغلي نهال؟ اه. ايه بقى؟ مهندسه. مش مهندسه. مهندسه ايه؟ مدني. مدني حبيبتي ولسه بتشتغلي؟ لا لا ديزاين وكده. ديزاين اه ماشي في البيت يعني. حلو ربنا معاكي. في المكتب. او في المكتب يعني قاعده يعني مش في الموقع. لا لا مش هم. طب الحمد لله طمنت عليك يا نهال. استاذ عبد الرحمن. عبد الرحمن ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. حضرتك بتشتغل ايه؟ انا محاسب اصلا بس بشتغل سبلاي تشين يعني مشتريات يعني وعقود وحاجات. اه حاجات كده. اه حاجات كتير. حاجات كتير وعقود ورغي وارقام ومفاوضات. ومفاوضات رايحه جايه. لا ربنا يعينك يا استاذ عبد الرحمن. طيب احنا جايين نفصل من الشغل ومن المدرسة ومن الحاجات اللي هي أي حاجة خالص ونلعب ونقضي رحلة سعيدة، أوكي؟ أوكي. أيوة كده أوكي؟ أوكي. طيب يلا بينا نبدأ على طول وقبل ما بنبتدي على طول الأسئلة بتاعتنا أحب أنا أعرف أنتوا عارفين بعض قد إيه كده في بداية الرحلة، فنبتدي نقول جوزيف جونير إيه أكتر لون ما بتحبوش؟ الأسود. ده حقيقي؟ ولا مش هتكسفي بابا؟ مش بحب الأسود. أه ماشي أوكي. عبد الرحمن مين أكتر حد صاحب عمر؟ بس فد يعني. محمد. محمد؟ اه واحد ده حقيقي يا عمر؟ أوه. ده حقيقي يا محمد. ده حقيقي يا عمر؟ ماشي اوكي. ماما ايه موهبة أنطونيو المفضلة؟ كورة. كورة، كرة قدم. يا سيدي أنا بنلعب كورة ليل نهار بقى وكده، ماشي اوكي. ماما ايه أكتر أكلة بيحبها مصطفى؟ ملوخية. ده حقيقي؟ لا لا لا, لا. هنتخانق حالا. لا أمال إيه يا مصطفى؟ كفتة بالصوص. الكفتة بالصوص يا ماما مش عارفة يا ماما. ماشي اوكي. ماريا ايه أكتر حاجة أنطونيو جونير بيتخانقوا عليها؟ كمبيوتر الموبايل. الكمبيوتر والموبايل؟ لأ؟ ايه طب قولي بيتخانقوا على ايه؟ لأ هما الاتنين بيقولوا لأ بيتخانقوا على ايه؟ بنتخانق على أي حاجة. أي حاجة بيتخانقوا على طول. أي حاجة وكل حاجة؟ طب وده ينفع أداء إخوات مع بعض؟ كل حاجة يعني أنتوا عايشين تتخانقوا مع بعض؟ فيش وقت بتلعبوا فيه بتتكلموا فيه؟ احيانا بنلعب مع بعض. احيانا بنلعب مع بعض. طب النهارده بقى مفيش خناق خالص يا جوجو واحنا جايين نلعب من غير ولا خناق ولا اي حاجه خالص من الحاجات دي. اوكي ماشي. الاستاذ عمر قول لي مين اكتر حد بابا بيتكلم معاه في التليفون؟ حسب. مين؟ محمد حسب. اوكي قولي لي يا جوجو مين اكتر حد ماما بتتكلم معاه في التليفون؟ كل الحد اللي معاها في الشركه. كل الناس اللي معاها في الشركه. مين اكتر اسم بتسمعيه؟ وفاء. وفاء. تحيه للاستاذ حسب والاستاذه وفاء الحقيقه. ماشي طيب تيجي نبتدي الاسئله بتاعتنا على طول؟ يلا بينا. ماشي يلا. احنا عندنا ثلاث حاجات في موضوع الاسئله بقى اللي انا هسالها لكم. انا مين او انا ايه الاسره كلها بتشترك؟ وبعد كده صح وغلط واختيارات الحلوين الصغيرين بس هم اللي بيجاوبوا. ما عرفتوش عندكم وسائل مساعده استدعاء ولي امر او هنغني لو ما عرفتوش تجاوبوا على السؤال. اوكي يلا نبتدي. لا مش اوكي اوكي ايوه كده مش ما تنيمونيش صحصحوني وصحصحوهم. ماشي نبتدي على طول كده ونقول انا مين وانا ايه عاصمه البرتغال. سياحه خارجيه.
حضرتك سياحه خارجيه؟ البرتغال. اه قول عاصمه البرتغال. ارجنتين. السياحه خارجيه بتودينا فين؟ بتفسحينا انت كده بتفسحينا. خمسه اربعه ثلاثه مفيش خالص. اثنين انا اتصدمت. واحد جبونه. اوكي انا سفرتهم غلط. ماشي اوكي. عاصمه ايطاليا سهله. روما. روما ماشي. انا صوت الذئب. بيساعدوكوا بالك. اوه اوه ايه خمسه. علي صوتك قوليها. اوه ده اسمه ايه باللغه العربيه؟ اربعه. ايوه الذئب صوته اسمه ايه؟ تلاتة. الاو ده اسمه ايه؟ العو ايه؟ عواء. برافو. عواء. لا هو عواء. برافو ماشي. اسم صوت الاسد. لا الراو ده اسمه ايه؟ زئير. لا ماشي قول يا بابا. زئير. زئير ايوه ماشي. واحنا لسه هنا بينفع تجاوبوا كلكم. هنا بقى الفريق بتاع الكوره. الفريق الفائز بدوري ابطال اوروبا 2022 تشامبيون ليجز. ريال مدريد. يا ولد على الثقه. ماشي. منتخب فاز بكاس العالم خمس مرات. انت مالكش في الكوره ولا ايه يا استاذ عبد الرحمن؟ لا الحمد لله. بس امال ايه دي؟ الذاكره. الذاكره ايه؟ خمس مرات. خمس مرات. لعيب منتخب لعيب. خمس مرات. برازيل. اه وكان معاه لعيب. لا لا هو ده اللعيب. مين قال مين قال ايه؟ ايوه 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 سيوت البرازيل صح؟ هو البرازيل طبعا. ماما اللي عارفه. نيمار. برافو برافو برافو. طيب هنبتدي بقى نتحرك علشان ايه؟ واضح ان جوجو نايمه. ما تيجي يا جوجو كده حركي. هنعمل ايه بقى يا ولاد؟ شايفين البول اللي جواه كور كتير الوان حلوه ده؟ عارف 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 ايه اللي هيحصل جوه؟ اه ايه بقى؟ نلاقي كوره زرقاء كبيره. والنبي حفظته وبقيتوا شاطرين ومش محتاجه اقعد اشرح لكم اللعب. جاهزين تشجعوا؟ جاهزين. طب يلا ريدي ستادي اند جو. مصطفى ولا جوجو؟ مصطفى ولا جوجو؟ مصطفى ولا جوجو؟ يا سلام. الله 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 الله. سا سا جوجو. سا سا جوجو. جونير غير مكانك بسرعه. يلا يا جونير. يلا يا توفي بسرعه. في ناس بتقول غير مكانك. اسمعوا بابا وماما. تعالي مين؟ اه سا 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 سا. بابا بيقول لك تعالي مين يا جوجو؟ هو انت شايف الكره؟ طب امال ايه؟ يلا يعني عايز يلا نصيحه والسلام. انا مش شايف الكره برضه. اه شفت الكوره. انا شفت الكوره. انا شفت الكوره. انا شفت الكوره. يلا تعالوا الناحيه دي. تعالوا كده الجزء ده كده. الله الله يا صوصه. يا صوصه معقوله؟ اهو الحمد لله. ربع ساعة واقف عليها. الحمد لله. صاصة شاطر شاطر يا صاصة. طيب جينا بقى للمرحلة التانية. الأسئلة اللي أنتوا بس اللي هتجاوبوا فيها وعندكم وسائل المساعدة. جاهزين؟ جاهزين. معلش يا جوجو. لا مش عايزة أي إحباط. إحنا اللي جاي ممكن تعوضي فيه كله. أوكي؟ وأنت البنوتة اللي معايا النهاردة بقى فإيه؟ صحصحي لي كده. صح وغلط. الفريق ده صح وغلط. يا صح يا غلط. استخدم المصريون القدماء سبعة ألوان في رسومهم. سفن كولرز. أحمر. لا مش هم مش مهم. هم إيه؟ صح ولا غلط؟ سبعة ولا أقل ولا أكتر؟ أقل ولا أكتر؟ استخدم المصريون القدماء سبعة ألوان في رسومهم. صح ولا غلط؟ صح. صح. برافو. ماشي. الحرب العالمية الثانية بدأت سنة 1945. عندكم وسيلة مساعدة لو لسه ما درستوهاش. صح ولا غلط؟ الحرب العالميه الثانيه بدات سنه 45. صح ولا غلط؟ عندكم وسيله مساعده او هتجاوبوا بسرعه. خمسه اربعه. اعمل ايه طيب؟ يا تجاوب يا تقول يا صح يا غلط يا وسيله مساعده. وسيله مساعده. مين بقى هيجاوب ولا انت هتغني؟ اغني. تغني ايه؟ اسمها ايه دي؟ فاني شويه. يلا غنيها.
فودي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا. فودي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحك عليا. الله اللي يسقفوا له، عمل لها توزيع جديد خلاها راب. ماشي طبعا هي غلط، هي كانت سنة 1939. اعتقد انت لما تيجي تدرسها هتبقى فاكرها كويس قوي دلوقتي. انا ما درستهاش. ما انا عارفه، بس لما هتدرسها بقى هتفتكر انها كانت 39 طول الوقت. ماشي، هنا القرن يحتوي على 100 عام، صح ولا غلط؟ ايوه. اه صح صح، برافو. ماشي برافو برافو برافو. انتوا تاني. اه بصوا بقى دي احنا عن ايه، ركزوا ماث بقى، دي اكيد خدتها. اشترت سلمى اتنين انتوا مدرسه انجليزي ولا فرنساوي ولا عربي؟ انجليزي. انجليزي. اشترت سلمى 22 قلم حبر 22، عارف. اوكي، و8 اقلام رصاص 8، يعني 22 و8. ماشي، اذا عدد الاقلام اللي اشترتها سلمى 40 قلم 40. 22 plus 8 equals 22 22 اوكوال. ماشي، ها 31. 30 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 صح؟ أنا بقول لك هي أيوة 40؟ أيوة غلط. ماشي، شطارة حلاوة طعامة، برافو، واضح إنه شاطر في الماث. ماشي، هنا الدايرة ليها ثلاث رؤوس، صح ولا غلط؟ أنا؟ أنتوا الاثنين غلط. غلط طبعًا. ماشي، شبه المنحرف ليه أربع رؤوس، صح ولا غلط؟ إيه شبه المنحرف؟ إيه شبه المنحرف ده فعلًا؟ مش فاكرة بقى إيه شبه المنحرف ده. يا باشمهندسة يا باشمهندسة غلط. مش الريكتانجل التاني، هل هو ليه اربع رؤوس في كل الاحوال يعني؟ صح ولا غلط؟ غلط. غلط؟ امال ليه كام؟ هما بيبقوا ضلعين متساويين، ضلعين متوازيين وضلعين مش متوازيين، واحد اقصر من التاني، يعني هو مش ريكتانجل، هو عامل كده. اوكي؟ ده الشكل اللي انا فاكراه. هل بقى ليه اربع رؤوس؟ لا، ازاي؟ غلط، انتوا قلتوا غلط وهي طبعا صح، اربع رؤوس. ما انا بقول لكم زي الريكتانجل، يعني في هنا وهنا وهنا وهنا، بس الاضلاع مش متساويه. هنلعب اللي بعده، في مهمه تانية. ما تيجي كده انت تيجي. رحله سعيده، رحله سعيده. ريدي، امسك الطوق. ستادي، طلعه براك عادي. ايوه طلع واحد. ان اللي هيحدفه بعيد هيخسر يا عمر ويرجع تاني. ننزل تحت يا عمر. جاهزين تشجعوا؟ ننزل تحت. يلا جول. مين هيوقع اسرع؟ عمر 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 بالراحه شويه. عمر لزقوا يا عمر فيه. عمر عمر لزقها فيها يا عمر. يلا عمر. برافو يا عمر، لزقها فيها يا عمر. لزقها فيها يا عمر. برافو يا انطونيو. لزقها فيها انطونيو. لزقها فيها انطونيو. انطونيو جبت اختك. ماشي انطونيو، يبقى كده واحد واحد. انت كسبت هنا وهي وهو كسب هنا. شفتي بقى اتبسطتي؟ شفتي اخوك اللي بتتخانقي معاه طول الوقت ده بيعمل ايه؟ ماشي يلا نخش على الاختيارات. نخش على الاختيارات. ماشي يلا على طول. برضو انتوا بس مش ماما وبابا بس، عندكم وسائل مساعده، ما استخدمتوش منها اي حاجه، انتوا عندكم وسيله واحده بس استدعاء ولي امر. اوكي، انتوا غنيتوا خلاص. ماشي يلا. يستخدم في صناعة الترمومتر، الزئبق، الكحول، المية. ما حدش يقول هنا الزئبق. برافو. هنا تحويل الغذاء من مواد معقدة لمواد بسيطة يستفيد منها الجسم، دي عملية التنفس ولا عملية الهضم ولا عملية النمو؟ الهضم. الهضم طبعا. برافو. سياحة خارجية داخلية. ماشي، نسيب السياحة الخارجية وإن شاء الله عندنا أمل في الداخلية. يا ولاد، يقع متحف الطفل في حي مصر الجديدة ولا العتبة ولا المقطم؟ ها ها، بسرعة، خمسة
مصر الجديده ولا العتبه والمقطم؟ اربعه. متحف الطفل. مصر الجديده. الطفل. ايه؟ مصر الجديده. مصر الجديده، برافو. ماشي. شفتيه قبل كده؟ اه بحبه. روحتيه بس مش فاكره شكله. رحته بس كان في حته المدرسه. في المدرسه؟ نايس. اوكي. طيب هنا بقى ده سؤال حلو قوي. كنتوا عارفين. المتحف القومي للحضاره المصريه الجديد ده يقع في قلب مدينه الفسطاط، مدينه نصر، مدينه رشيد. رشيد صح؟ الفسطاط. الفسطاط، برافو. القطن محصول صيفي ولا شتوي؟ شتوي. غلط، صيفي. هنا مياه تستخرج من باطن الارض، الامطار ولا المياه الجوفيه ولا الانهار اللي بنجيبها من تحت الارض بتبقى ايه؟ انهار ولا جوفية. برافو، مياه جوفيه. احنا محتاجين نقعد نشرح. لا شطاره، لا شطاره، شطاره. كل واحد على قد اللي درسه، شاطر جدا جدا جدا. طيب بما اننا فوقنا ودماغنا صحصحت شويه، يلا بقى نشوف جسمنا كمان صحصح ولا لا، وهنشوف هنعمل ايه في لعبه التوازن. جينا بقى للتوازن، نبتدي نحرك جسمنا ونفوق اكتر وننشط اكتر، ونشوف هنعمل ايه مع الاسرتين الحلوين. جاهزين؟ جاهزين. طب يلا على طول تعالوا لي، هاتوا واحد 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 كده. رحلة سعيدة. بانجو. يا انطونيو، انطونيو. هتقع ليه؟ اقول له انطونيو. يا سلام يا سلام، قول له قول له. ليه بقى هيقع ليه؟ طب ما تشجعه. انا عايز كوره من دول. الله، انا اللي برمي الكور هنا. يلا يلا، شطاره حلاوه طعمه. دي سهله اصلها قوي يا انطونيو، فانا مش مركزه معاك. نرجع بقى بظهره، بيرجع بظهره وانتوا تشجعوا عشان انتوا ما شجعتوش حاجه. يلا يا طارق، خد بالك. هيشوف ازاي كبيرك انت؟ هو بيلعب رياضه؟ برافو يا طارق. انت بتلعب رياضه ايه يا انطونيو؟ لا 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 لا. خلاص وقعت، خلاص وقعت يا انطونيو، وقعت كوره كمان. شكرا جدا جدا جدا. ما كنا شفت شو قلت لك، انا مش مركزه معاك وانت رايح. انت بقى يا استاذ عمر، تعالى يا انطونيو، ما هو ما رضيش يشجعك. تعالى وريني انت هتشجعه، هتبقى احسن منه وتشجعه، صح ولا ايه؟ صح والنبي جميل. يلا يلا. عمر هتقع من قبل يعني، انت عاجبك كده ولا كده؟ عمر عمر عمر. ايه يا عمر ده؟ ايه يا عمر ده؟ والنبي هتقع يا عمر ولا ايه؟ هتقع يا عمر ولا ايه؟ هنقع ولا ايه؟ مرمر والنبي ثبات. يا عمر ركز. انت بتلعب رياضه يا عمر؟ ركز. تلعب ايه يا عمر؟ برافو عليك. ايه؟ ماشي يا حبيبي، الحمد لله الحمد لله. يلا لم الكور بتاعتك بسرعه. برافو برافو، معلش حصلت وبتحصل وهنشوف الباقي. لم الكور بتاعتك بسرعه وتعالي يلا يا جوجو. يلا يا جوجو. انت بتلعبي ايه يا جوجو من قبل ما نبتدي؟ جمباز. الحمد لله جمباز. طب يلا اتفضلي بقى وريني التوازن بتاع الجمباز يا استاذه جوجو. يلا. انا ما باكلش. تعالى. طيب ما تاكلش ليه؟ مجوعينك؟ امال ليه ما انا تاكل ليه؟ لا ما انت لازم تاكل عشان تبقى قوي. يلا ايه بقى يا جوجو، فين الجمباز؟ افردي ظهرك. الله لا لا الله لا لا، الكور لما تقع كورتين وقعوا وواحده من عند انطونيو. امشي عادي كده، ثلاث كور وقعوا. الكور كلها وقعت. ماشي يلا، حصل خير حصل خير. روحي يا جوجو، تعالى يا مصطفى. يلا يا مصطفى. صا صا لا صا صا، واحدة واحدة بنمشي 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 واحدة. لا بنمشي يعني بنمشي رجل ورجل مش بالجنب. لا مش بالجنب، قدام قدام وبنمشي بنمشي يعني بنمشي خطوة كده وخطوة كده. يلا خطوة برجلك اليمين. ايوه بالظبط كده. لا 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 لا، هتقع ولا ايه؟ هتقع ولا ايه يا توفي؟ والنبي صغير وحلو وجميل، هتقع ولا ايه؟ بس شاطر. الكور هتقع، الكور هتقع. ماشي ايه ده؟ برافو.
لا بنهر بنهر. بقول لك ايه، ارجع بوشك انت، ارجع بوشك ماشي. اس جيم. لا 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 ما تحطش رجليك الاثنين جنب بعض. ثلاث كور وقعوا يلا تيه. لا لا توفي توفي ارجع بوشك مصطفى، انت اصغر من انت ترجع بضهر. انا اسف معلش، هو صغير قوي يا جماعه، ده الاكسبشن يا انطونيو. اه صح. يلا. لا مش بالجنب. يلا ماشي كويس. برافو كويس. برافو والله. وقعت ثلاث كور بس شاطر وما وقعتش كده. نفس الكور اللي وقعت عندك لو ما اقوى. كمل الحمد لله على كل شيء. ما تجريش. المهم ما تقعش عشان انا اعصابي تعبت. انت بتلعب رياضه يا توفي؟ اه. بتلعب ايه؟ برافو. بتلعب ايه؟ بتلعب كوره. وما بتاكلش كويس، لازم تاكل كويس. يلا واحد. لا وانت ماشي. اتنين. سيب الكور. ما في سيب الكور بس، سيب الكوره اللي تمسكها. يلا لا 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 لو وقعت اوعى هنا يا ريت. يلا امشي، انت مالكش دعوه بيا. امشي. اربعه. يلا اربعه خمسه. امشي امشي مالكش دعوه. سته. برافو ماشي. لا بظهرك انا ما قلتلكش. اه معلش هنعمل ايه. يلا انا هرميها لك بقى وانت تحاول تاخدها. لو وقعت اوعى شمالك بس اهم حاجه. يلا ايه 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 ده ايه ده ايه ده؟ ولا كره ولا كره كده ولا كره. ايه ده بقى ده؟ ايه ده بقى ده؟ ايه ده بقى ده؟ ولا حاجة؟ مش ممكن. برافو. 8. الله الله. تسعة. الله. كان هيقع ولحق نفسه، فانا هعتبر ان حضرتك خسرت برضه. معلش الحمد لله ان انت لحقت نفسك. يلا يا ماما. يلا يا ماما. لو وقعت اقعي هنا بس يا ماريا. او انا هبعد. يلا يا ماريا. يلا ها. يلا يا ماما. انا استنيت اهو. اتفضلي خدي خطوه. يا رب ناخد خطوه. الو معلش معلش. يلا لو لقيتي نفسك هتوعي بس الحقي نفسك. يلا الله 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 الله. واحد. شفتي جميله ازاي؟ يلا بس يلا يلا يلا. اثنين. الله الله الله. برافو. طب اهو ايه ده ايه ده ايه ده بقى ده ايه ده بقى. سيبيها سيبيها وكملي، مالكيش دعوه بيا. كملي انت مكمله، مالكيش دعوه بيا مالكيش دعوه بيا. ثلاثه. شفتي بقى شاطره ازاي؟ يلا مالكيش دعوه بيا. ايوه. شفتي بقى اروح منك فين. يلا كملي كملي، ما انا عايزاكي تكملي. يلا يا ماريا. اربعه. شفتي شاطره ازاي؟ والله شفتي شفتي اندر استيميشن بيعمل ايه في الناس. اربعه. خمسه. كملي يا ماريا. شجع ماما يا سوني. كملي يا ماريا. انتوا ما تشجعوش ماما خالص، انا بس اللي بشجعها. برافو. ممكن اتعامل معامله مصطفى؟ لا. يلا يلا. لا استحاله دي. لا ان شاء الله خير. شفتي انت قلتي في الاولانيه استحاله. لا مش صعبة. ليه بقى؟ مين بيقول صعبة قوي؟ سهلة جدا. ايوه ده اه ده الفريق التاني بيحاول يقطعك. قولي على طارق. يلا يا ماريا يو كان والله. يلا يلا يا ماريا. نقف فوق. يلا يا ماريا. من غير كور. لا بكور طبعا. يلا يا ماريا. يلا يا ماريا. ارجع ماما. ماريا ماريا ماريا. كملي يا ماريا كملي يا ماريا. وها قد وقعت ماريا والحمد لله اني لحقت نفسي. انت بتاكل كويس ولا زي مصطفى؟ لا زي مصطفى. ليه؟ انت يا ماما مجوعاهم ولا ايه؟ يلا واحد. يلا لا كمل كمل يا فندم كمل يا فندم. اثنين. سيبهم. ايوه كمل يا فندم كمل يا فندم كمل كمل كمل. مالكش دعوه بيا. الله ايه الحلاوه دي؟ انت بتلعب هاند بول ولا ايه؟ زي مصطفى. زي مصطفى صح. الولد طلع لابوه. يلا ما نشوف بقى. الله كام كده؟ كل الكور تقريبا. حلو قوي. سبع كور. نرجع بقى. هي دي المشكله. هي دي المشكله. هي دي المشكله. ايوه. لا لا ايه ايه ده؟ ايه؟ ايه زي مصطفى؟ لا بنرجع رجل رجل عادي زي ما احنا ماشيين. اه كده يعني؟ اه كده يعني. كده بقى ونمسك كوره. والله برافو. والله برافو. يا نهار ازرق. يا نهار ازرق صحيح. والنبي ايوه الناحيه دي والنبي يا استاذ عبد الرحمن. الله 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 الله. يلا ده والله برافو. ثبات انفعالي عظيم. اه 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 يلا مش مهم. يلا يلا ايه ده حلو. نرجع. ها ها ايه ده بقى؟ ايوه ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ده كل الكور بقى. ده كوره ولا ايه ده بقى؟ مش الله. طب اهو طب اهو طب اهو طب اهو طب والله برافو. اي اي وقع وقعته.
دي طلعت انت كنت فاكراها سهله من بعيد ها؟ اوبا اوبا فعلا. لا 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 الوحيده اللي بتاكل. اوبا فعلا. بتاكل. الكوره مش راضيه تيجي. انت الوحيده اللي بتاكلي بيقولوا لك انت الوحيده اللي بتاكلي. ورينا بقى لا 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 هي الوحيده اللي بتاكل اه بس يا عيني وقعت برضه وقعت برضه في التوازن. تعالوا بسرعه نشوف مين هيعمل ايه في الفي ار. يا حرام. جينا بقى للعبة الفي ار اللي الولاد بيموتوا فيها. طبعا مواكبة الاحداث والعصر مهمة جدا. انت لعبت قبل كده في ار يا عمر صح؟ أه لا لا ما لعبتش. بس انت عرفت اللعبة دي هتتلعب ازاي؟ اه شرحت لك انا. طيب هنشوف بقى تعمل ايه في اول مرة تلعب فيها في ار ونشوف الاكسبيرينس بتاعتك هتبقى عاملة ازاي بعد ما تلعب. اوكي؟ جاهزين تشجعوا؟ عمر نايمين ليه؟ ما بتاكلوش انتوا الاسرة ما بتاكلش. ايوه يا مصطفى وريني يلا بينا. Ready, steady, and do play and go. يلا. الله أيوة يا عمر بدأت تضرب كل الزهر ولو جت بلوك تتفاديها. تفادي التفادي مو. أيوة الأسرة بتتشجع أهو. حلو انزل يا عمر برافو. أيوة ودوس تنزل أيوة كده. برافو يا مرة والله على أول مرة برافو جدا. يا ولد. الله. الله شاطر ده ايه اللذاذه دي؟ ده انت شاطر قوي يا عمر ارجع ورا سنه بس الشاشه يلا حاسب يلا 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 الله ده من كل حته ولا ايه يا عمر؟ ايوه عمر يلا مصطفى بيشجعك من كل قلبه شكله هيعملها شكله هيعملها ويفوز يا جماعه شكله كده شكله كده بيخلص الجيم شكله كده بيخلص الجيم اه شكله كده شكله بيلعب من وراكم فعلا شكله والنبي شطاره حلاوه طعام لذاذه مش ممكن تفوق مش طبيعي صعقه مكبوته دي ولا ايه وورير يا اخواتي والنبي محارب يلا والنبي بيخلص خلص خلص عمر في اول مره يلعب فيها وكسب كمان جاهزين نشجع جوجو؟ يلا يا جوجو دوسي بلاي. دوسي كونتينيو. كونتينيو. دوسي. بلاي برافو. يلا. وقد بدأت جوجو جاية متحمسة ولعبتها قبل كده فنشوف بقى هتعمل إيه يا سلام على النط. أوعي يا جوجو. حاسبي يا جوجو. أوعي تتخفتي يا جوجو. أوعي من هنا ومن هنا وهوبا وتحت وفوق إيه؟ بس مفيش. ايه يا اخواتي ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه السيطره دي يا جوجو؟ ايه الطاقه الحلوه دي؟ ما انا حاسبي بس حاسبي يا جوجو حاسبي يا جوجو حاسبي يا جوجو يلا. ايوه يا جوجو بقى مش ممكن الحماس مش ممكن مش ممكن الحماس. ايوه يلا. ها يلا. مش هسيبها مش هسيبها ها ها طاقتك دي مقلقاني بس برافو ها برافو ماشي احلق عليكي منين يا جوجو حلو قوي الكلام ده ماشي شكلها بتخلص ما ترجعيش لورا قوي يا جوجو والنبي يلا ها نخلص اهو نخلص اهو برافو يا جوجو برافو يا جوجو شكلها بتخلص طاقة وحماس مش طبيعيين مش طبيعيين برافو الله خلصت جوجو برافو كنت متأكدة طبعا طبعا انها هتكسب وشطورة جدا وجاية بحماس رهيب يلا نسمع حدوتة حلوة ونرجع نكمل كلامنا تاني ولعبنا ومسابقتنا وتحدياتنا وحركاتنا بكل أصحابنا في رحلتنا السعيدة وبأصحابي اللي معايا النهاردة وحكاية جديدة من حكايات ماما سماح حكاياتنا النهاردة اسمها الثعلب والأرنب المكار
في قرب ممكن يبقى مكر؟ لا. اللي مكر بيبقى مين دايما؟ الثعلب. صحابي هنا قالوا الثعلب، وانا عارفه ان انتوا كمان بتقولوا الثعلب، لكن بسرعه هنبدا نحكي حكايتنا ونشوف ازاي الارنب كان هو المكار. في يوم من الايام الارنب الطيب ده راح عند شط النهر ومعاه الجره دي، الجره دي يعني حاجه معموله من الفخار عشان يملاها ميه ويرجع للفلاحه الطيبه اللي هو عايش معاها. هو عايش في حظيره مع فلاحه طيبه، كل يوم ياخد الجره دي يروح النهر عشان يملاها بالميه ويودي لها الميه، هي تعمل بقى العيش وتعمل حاجات كتير بالميه دي وتاكل الطيور وتديهم ميه يشرب. في اليوم ده الارنب كان ماسك الجره يا ولاد وراح عند النهر يملا الجره بالميه، فجاه لقى كل الحيوانات اللي موجوده بتهرب وبتجري بتجري. مين بقى اللي كان بيقرب منهم؟ الثعلب. كلهم جريوا وهو خاف شويه وجي يجري، وقعت منه الجره دي وحصل لها ايه؟ كسرت. لما الجره اتكسرت الارنب خاف انه اي حد يدوس على الفخار ده المكسر وممكن رجليه تتعور، فقال ايه؟ ألمه وبعدين ههرب. وهو بيلمه مين اللي قرب منه؟ الثعلب. مسكه وقال له مش هتهرب مني يا ارنب، ده انت ارنب جميل وسمين، انت النهارده الغدا بتاعي هيبقى وجبة شهية هي الأرنب حضرتك. الأرنب سكت كده وقال له طيب حاضر ألم بس دول. وبسرعة الأرنب راح نازل ولف جسمه، الفروة بتاعته دي كلها بقى لونها بني. احنا عارفين النهر بيبقى جنب المية أرض لونها إيه؟ بني، اللي هو الطمي أو الطين. الفروة بتاعته كلها بقى لونها بني. الثعلب بيمسكه قال له هتاكلني بس خلي بالك انا لازم اقول لك حاجه، انت لو كلتني بطنك هتوجعك قوي 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 قوي. طب ليه؟ قال له بقى بطنه هتوجعه عشان هو الفروه بتاعته عامله ايه؟ نظيفه. احنا ممكن ناكل حاجه وقعت في الارض ناكلها كده على طول؟ لا طبعا. الثعلب فكر وقال له يعني ايه؟ يعني انا هعيا؟ قال له جدا، سيبني بقى انزل النهر استحمى. هيوافق الثعلب إنه يسيبه ينزل النهر؟ آه. هيوافق يسيبه ينزل النهر؟ أيوة. مش ممكن يهرب؟ الثعلب قال له يا سلام، بقى أنا هسيبك كده تنزل النهر؟ لا، أنا هاخدك أحبسك في البيت وأنا اللي هجيب لك المية عشان تستحمى. أنت هتضحك عليا ولا إيه؟ ده أنا الثعلب المكار. فعلاً يا أصحابي، الثعلب راح واخد الأرنب وحبسه في البيت بتاعه وجري جري جري عند النهر عشان يجيب إيه للأرنب؟ مية. وقف الثعلب قدام النهر وقال له ايه؟ نهر يا نهر. قال له نعم يا ثعلب. قال له اديني شويه ميه. قال له ليه؟ قال له عشان اديها للارنب يستحمى وبعد ما يستحمى اعمل ايه؟ اكله. النهر افتكر بقى يا اصحابي ان الثعلب ده كان ياكل الطيور، الطيور بيبقى عليها ريش ويرمي الريش في النهر. صح ان احنا ميه النهر او ميه البحر بعد ما ناكل اي حاجه نرمي الورق او الحاجه اللي مش نظيفه فيها؟ مش الميه دي بتاعت النهر احنا بنشرب منها؟ أوه. حتى ميه البحر، مش البحر ده عايش فيه كائنات بحريه مفروض ان احنا نحافظ عليها؟ اه. فتفتكروا بقى النهر هيساعد الثعلب؟ لا. النهر فكر شويه قال له ايه؟ طيب بس هتاخد الميه في ايه؟ احنا ممكن نشيل الميه في ايدنا؟ لا. هتقع؟ قال له يعني ايه؟ قال له روح هات جره زي اللي مكانت مع الارنب وانا اديك الميه. قال له دي اجيبها منين؟ قال له روح لبتاع الفخار وقول له اعمل لي جره. جري 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 الثعلب يروح لمين؟ الفخار. قال له يا بتاع الفخار. قال له عايز ايه يا ثعلب؟ قال له اعمل لي جره. قال له تعمل بيها ايه يا ثعلب؟ قال له انا هروح النهر املاها بالميه. قال له ليه؟ فكر شويه قال له عشان عندي ضيف. قال له مين هو؟ قال له بصراحه بقى عشان انا بيستحمى واكله. صانع الفخار بياع الفخار افتكر انه كان عنده حظيره جنب البيت مربي فيها طيور زي الفراخ زي الديوك، مربي فيها ارانب. مين اللي كان بيسرق الطيور من الحظيره بتاعه بياع الفخار؟ الثعلب. طيب يبقى بياع الفخار ممكن يساعد الثعلب؟ لا. لا. قال له انت عايزني اعمل لك جره؟ انا ما عنديش طين، روح هات لي طين من الارض وانا اعملها لك. جري 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 الثعلب راح للارض، قال لها ايه بقى؟ ارض يا ارض. قالت له عايز ايه يا ثعلب؟ قال لها عايز شويه طين. قالت له ليه تعمل بيهم ايه؟
قال لها وديهم لمين بقى؟ لبياع الفخار عشان يعمل لي جرة، واروح بالجرة دي عند مين؟ النهر. عند النهر. املاها بالميه واروح لمين؟ للارنب. اعمل ايه في الارنب؟ أكله. الارض بقى يا اصحابي افتكرت حاجه كانت مزعلها جدا من الثعلب. معقوله احنا نخش جنينه فيها ورد جميل، او مكان حتى فيه مزروع فيه خضار او فاكهه او اي ثمار، ندخل برجلينا وندوس عليها؟ لا. ينفع كده؟ لا. مش النبات ده ربنا خلقه وبيتنفس وليه روح ولازم نحافظ عليه عشان يكبر؟ آه. الثعلب لما كان يجي يجري ورا أرنب أو ورا ديك أو ورا فرخة، والديك أو الفرخة أو الأرنب يدخلوا جوه الأرض عشان يهربوا، كان يجري وراهم ويدوس برجليه على أي حاجة. تفتكروا الأرض بقى هتبقى مبسوطة من الثعلب؟ لا. هتساعده؟ لا. الأرض فكرت شوية وقالت له إيه؟ طيب أنا موافقة، بس هتحفر الأرض إزاي؟ قال لها يعني إيه؟ قالت له هتحفرها إزاي؟ لازم معاك فاس. عارفين شكل الفاس؟ الفاس ده بيمسكه الفلاح، بيبقى من الخشب، بيبقى فيه حته حديد عشان يقدر ايه يحفر الارض ويزرع وينظف الارض من الحشائش الضاره. قال لها يعني اعمل ايه يعني؟ قلت له روح بقى للحداد اطلب منه يعمل لك فاس. الحداد ده بياخد الحديد يدخله افران كبيره قوي ويشكله بقى، يعمل منه فاس، يعمل منه اكره للباب، يعمل باب حديد، يعمل حاجات كتير قوي بنشوفها. دلوقتي بقى الثعلب هيروح لمين؟ للحداد، يقول له يعمل له ايه؟ فاس. حداد يا حداد، قال له عايز ايه يا ثعلب؟ قال له انا عاوز فاس. قال له ما عنديش فاس. قال له طب اعمل لي فاس. قال له عايز الفاس ليه؟ قال له عشان اعمل ايه؟ احفر الارض واجيب من الارض ايه؟ تين. اوديه لمين؟ بتاع الفخار. يعمل له ايه؟ جرة. والجرة يروح بيها فين؟ عند النهر. يملأ مية من النهر يوديها لمين؟ للأرنب. عارفين بقى الثعلب عمل ايه كان مع الحداد؟ احنا عارفين في عيد الأضحى بنشتري ايه عشان نضحي بيه؟ لحمة. لا اللحمة بس الخروف. مش في خروف العيد؟ الحداد كان جايب الخروف قبل العيد بوقت طويل، وأولاده كانوا فرحانين كل يوم ينزلوا يلعبوا مع الخروف ويأكلوه ويشربوه ويقعدوا يغنوا له، وفرحانين قوي بالخروف بتاعهم. يوم العيد الصبح بدري صحيوا وراحوا صلوا مع باباهم صلاة العيد، وراجعين بقى عشان إيه؟ يضحوا بقى. لقوا الخروف؟ لا لا. ملقوش غير الفروة بتاعت الخروف بس على الأرض. مين اللي أكل الخروف؟ الثعلب. يبقى الحداد هيساعده؟ لا. شفتوا بقى الثعلب عمل حاجات غلط مع ناس كتير قد ايه؟ الحداد سكت كده وقال له ماشي هعمل لك فاس، بس انا ما عنديش نار. قال له ايه؟ قال له ما عنديش نار، انا لازم ادخل الحديد في النار، روح هات لي نار. في حد ممكن يمسك النار بايديه؟ لا. شفتوا الثعلب عشان عايز ياكل الارنب ما فكرش ازاي؟ يعني قال له حاضر هجيب لك نار. هو مشي والحداد قاعد يضحك، قال له اجيب لي نار؟ في حد بيجيب نار؟ في حد بيمسك النار بايديه؟ لا. جري 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 الثعلب، اجيب منين النار؟ اجيب منين النار؟ فجأة كده لقى بيت صغير، ومن الشباك البيت ده طلع نار كتيرة قوي. راح داخل البيت من غير ما يفكر، لقى ست طيبة فلاحة قاعدة في البيت ومولعة الفرن بتاعها عشان تخبز العيش، وقاعدة زعلانة. قال لها يا فلاحة. قالت له عايز ايه؟ الفلاحه بقى شاطره في ايه؟ عندها كلب ضخم وقوي حطاه قدام الحظيره بتاعه الدواجن عشان تحميها من مين؟ من الثعلب. قال لها انا عاوز شويه نار. قالت له نار؟ قال لها حبه نار صغيره كده. هتعمل بيها ايه النار دي؟ قال لها هوديها للحداد. قالت له الحداد يعمل لك ايه؟ قال لها يعمل لي فاس. قالت له ليه؟ انت اشتريت حته ارض بقى وهتزرعها؟ قال لها أرض إيه؟ لا لا لا، أنا هحفر الأرض وأجيب شوية طمي. قالت له طمي تعمل بيهم إيه؟ قال لها أوديهم لمين؟ الفخار، صنع الفخار يعمل لي جرة. قالت له جرة تعمل بيها إيه؟ قال لها أوديها عند النهر أملاها بالمية. جرة جرة زي اللي كانت مع الأرنب واتكسرت. قالت له الأرنب؟ قال لها اتكسرت بقى وأنا قبضت عليه وحطيته في البيت، بس هو الفروة بتاعته مش نظيفة، فأنا هاخد الماء عشان يستحمى، بس ده الوقت خلاص راح، ده هيبقى
هتعشى بيه بقى مش هتغدى بيه بقى. عارفين الارنب ده طلع كان عايش مع مين؟ مين؟ فلاح. مع الفلاحه دي. وهي من الصبح زعلانه انه راح وما جاش. مين اللي سمع كل الكلام ده؟ الكلب. سمع كل الكلام ده جري جري بسرعه على بيت مين؟ الارنب. بيت مين؟ الثعلب. عشان ينقذ مين؟ الارنب. والفلاحه قالت للثعلب النار هي عندك خش هاتها. دخل الثعلب الفرن ديله حصل فيه ايه؟ اتحرق. يبقى مين اللي كسب في الاخر؟ الارنب. الارنب اللي كسب. ليه بقى الارنب كسب؟ عشان عمل ايه؟ ايه الفكره اللي فكر فيها الارنب انقذته وخلت الثعلب يلف كل اللفه دي وفي الاخر خد جزاؤه؟ عمل ايه؟ جاب عشان الميه. عشان الفرو بتاعه مش نضيف لان هو بسرعه فكر. عنده حاجه يا اولاد اسمها سرعه بديهه. يعني ايه سرعه بديهه؟ يعني لما نبقى في موقف وعايزين نتصرف نفكر بسرعه ونهدى كده ونشوف حل ينقذنا من الموقف اللي احنا فيه. الارنب بسرعه فكر وقال انا لو جريت الثعلب هيجري وراي هيمسكني، بس انا هفكر في فكره اضحك عليها عليه بالفكره دي وخليه يفضل ايه يلف. هو الارنب عارف ان الثعلب محدش بيحبه لانه بيأذي كل الناس، واللي بيأذي حد محدش هيحبه. الارنب رجع للفلاحه الطيبه وفرحت بيه انه رجع لها تاني سليم، والثعلب اخذ جزاؤه. من يومها كل ما يشوف الحته اللي اتحرقت من ديله يفتكر اللي عمله في الارنب ويقول توبه لو كنت امسك ارنب تاني. الارانب طلعت ذكيه جدا جدا جدا، وكل ما الارنب يشوف الثعلب عندنا يقول له ها فاكر اللي حصل، يقول له فاكر فاكر انا ماشي بعيد. ايه اللي عجبنا بقى في قصتنا النهارده؟ الثعلب والارنب المكار. ايه اللي عجبنا؟ الارنب. الارنب عجبنا الارنب ليه؟ علشان هو فكر بسرعه وطلع ذكي. حلو جدا، عشان هو فكر بسرعه فعلا وقدر ان هو يلاقي حل سريع ينقذه، وبكده رجع تاني لبيته وعاش في امان مع الفلاحه الطيبه، والثعلب في النهايه اخذ جزاؤه. اصحابي دي كانت قصتنا النهارده، الثعلب والارنب المكار. واشوفكم في حكايه جديده من حكايات ماما سماحه. الالعاب الترابيزه بتاعتنا، وطبعا بنبتدي بالمتاهه الحلوه اللي احنا عاملينها. عارفين هتعملوا ايه؟ اه. طب يلا بينا على طول نخش في الموضوع ونقول ريدي ستادي جو. الله على السيطره. لا ماشي يلا ماشي، بعد كده ما تقع انا هحطها. مفيش سيطره هنا خالص. يلا يا مرمر انفخ كويس، انفخ كويس الاول. اه خير ان شاء الله. ايوه ربنا ينفخ فطورك اهو عشان الاكل، عشان الاسره دي ما بتاكلش. يلا 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 انفخ جامد يا عمر، ومن بعيد. ايوه كده من بعيد بقى، من بعيد. ايوه كده. استنى استنى ها. ايه ده؟ انطونيو جيل البلوج ده اصلا في كل هدوء وثبات انفعالي، وعمر لسه بنشوف هننفخ ازاي. يلا يا ايوه يا مرمر ابتديت اهو تنفخ حلو، وتعرف كمان التكنيك شاطر اهو. حلو قوي الكلام ده. انت رايح. هو كسب يا عمر، هو كسب يا عمر. انطونيو كسب وخرجها خلاص، وعمر لسه بيتعلم ازاي ينفخ البالونه. تعالوا نشوف اللعبه اللي بعدها عندنا ايه على الترابيزه ومين هيعمل ايه. جينا لتاني لعبه عندنا على الترابيزه، دي مسدسات كور فيل، علشان بس ايه ما بنحبش الحاجات اللي فيها عنف، فدي ما فيهاش عنف والكوره ما بتعورش. الاستاذ عمر والاستاذ انطونيو كل واحد يمسك سلاحه يرجع لورا كده اهو، ونشوف مين هيعرف ينشن. عندكم 9 كور و9 كوبايات، هنشوف اكبر حد هينشن عدد كوبايات هو اللي هيبقى كسبان معانا. جاهزين؟ جاهزين. يلا واحد واحد عشان ما نوقعش كور بعض، ونقول ريدي ستادي. نبتدي من عند عمر ريدي ستادي جو. لفوق بقى ارفع ايدك نشن. ايوه يا ولد يعني بينشن بجد. قوه، برافو. اول كره تقع من عند عمر. يلا انطونيو. ايه
تاني كوره يلا. مش ممكن النشان يا اخواتي كانت هتيجي. يلا جت. برافو جامد يا عمر. فين لو بتاكله كويس؟ جامد. اه ادي يا بنت. فين القوه؟ خش. يس جت الحمد لله. يلا ما جاتش كده. احنا متعادلين. يلا برافو ما جاتش. جت ماشي كده مش متعادلين. ها ايوه يا عمر جامد يا عمر. بوش يس ايوه كده برافو. الله على الكوبايتين اللي توها. ايه الحلاوه دي يا ابني. برافو. هنا فاضل اربعه وهنا فاضل سته. ها عمر جامد. قوه يا ابني مش ممكن. ما جاتش. الله ماشي سته ثلاثه. نركز يا مرمر. ايوه عجبني التركيز. فضل كام طلقه عندك؟ ماشي فضل واحد. انت خلصت طلقتك عندك اتنين. واحده بس اهي. لا عندك اتنين يا راجل. يلا اخر اتنين. يلا ها يلا. ايوه ايوه ما جاتش برضه. ماشي يا عيني. الله الله يا ابني على المزيكا. يلا اخر كوره يا مر. ايوه ها يا سلام. بيظبط بقى وبيتكتك وان شاء الله هيوقع اتنين في بعض باذن الله. ها شايفاك رايح فين والله. بس عايزين قوه قوه. جامد كده بوش. بتوطي ليه يا عم؟ ما جاتش. يلا ما جاتش. بس انطونيو طبعا وقع عدد كوبايات اكتر. برافو انطونيو. وقع سبعه. لا وقع اكتر. وقع ثمانيه. وكمان هنا انت وقعت اربعه. مش ثمانيه ده وقع سبعه. وقع سبعه. هما تسع كوبايات صح. هما كانوا تسع كوبايات. وقعت سبعه وانت وقعت واحد اثنين ثلاثه ثلاثه. ماشي حلوه قوي. مش مهم. المهم شرف التجربه. يلا نخش نشوف كله هيعمل ايه في الاكسبو. جينا لاخر لعبه الترابيزه معانا النهارده ونشوف الفريقين بقى كاملين هيعملوا ايه ومين اللي هيقطع التاني في الاكس او. عارفين اللعبه دي طبعا. بتقولي ان انا محترف في الووتر فليب. ما نشوف احترافك هيعمل فيك ايه استاذ عمر. وهنشوف يا انطونيو ثباتك الانفعالي اللي من اول الرحله ده هيعمل فينا ايه. هل انتوا جاهزين؟ يس. وانتوا عارفين ازاي التكتيك بتاع اكس او بقى هنعمل ايه. ماشي. طب يلا نبتدي بعمر. يلا ما جاتش. يلا ما جاتش برضه. يلا على طول بقى من تحت. هتكسب من تحت قلت لك. ايه يا رب. ماشي مش انت محترف؟ هجيبها. في الاحتراف. ماشي ماشي. هو ممكن يعرف يعملها في الارض. ارض ايه؟ الترابيزه اسهل. يلا يا انطونيو. ماشي يا رب حاجه تقف. وقفت. يلا انت جاي ايه؟ جاهز. ماشي ها ماشي. انطونيو ابوس ايديك بقى. حط. يلا ابوس ايديك بقى. عايز تلعب حطي. يلا. وعملت انا كمان. استنى استنى استنى. لا ما انتوا لعبتوا مش في دوركم. استنى طب خد دي. جابوه صح. طب خد دي. يلا ها ده انت ايه ده اللي عملتيه ده؟ برافو برافو. مش مركزه يا جوجو. كسبوا كسبوا بجداره. كمان الفريق الاصفر هو اللي كسب معانا. بكده يبقى خلصنا لعبنا النهارده. بس عندنا جزء تاني من رحلتنا. اوعوا تنسوا تتفرجوا عليه بكره في نفس الميعاد. ودلوقتي هنقول لكم ايه. باي باي. يلا باي باي.